بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده حلقه خاصه لان ضيفنا ضيف مميز وضيف خاص. ضيفنا النهارده هو جوهره مصريه، صناعه مصريه 100%. ضيفنا النهارده شاب مصري زيه زي اي شاب مصري، زي ملايين الشباب المصري. بطلنا النهارده هو بطل مستر اولمبيا في العاب القوى او كمال الاجسام. انا عايز اقول لكم ان البطوله دي من اقدم واعرق واصعب البطولات في العالم لكمال الاجسام. بطلنا قدر يفوز بيها السنه اللي فاتت من عده شهور، والبطوله دي او اللعبه دي احتكرها ابطال امريكا واوروبا لسنين طويله. ليه لسنين طويله؟ لان لعبه مكلفه جدا، بتحتاج وقت طويل جدا، بتحتاج فنيات عاليه. يمكن عندنا شباب كتير كانوا بيلعبوها، ولكن بيج رامي ضيفنا النهارده هو الوحيد اللي قدر يوصل لمستر اولمبيا في الوزن المفتوح وياخد هذه البطوله. بيج رامي شاب بدأ من قرية صغيرة زي ملايين الشباب، وبدأ حياته بمهنة بسيطة واستطاع ان هو يوصل للعالمية من جوه مصر. خليني اقول لكم حاجة، انه ليه احنا زعلنا في الاولمبيات؟ ان احنا كنا عايزين نحقق ميداليات اكتر، لان مصر تقدر، ودي روح الجمهورية الجديدة. مصر تقدر، عندنا كوادر وعندنا ابطال، وهنقدر نجيبه لكم ونقول لكم ان احنا نقدر، ونزرع الثقة في كل شبابنا وكل ناشئنا عشان نعرف ان مصر تقدر. وبيج رامي قدر، بيج رامي قدر انه يوصل بمصر العالميه في لعبه احتكرها نجوم كبار، وهنقول لكم مين هم وهو معانا. نجمنا النهارده بيج رامي او ممدوح السبيع على فكره، وده اسمه الحقيقي، ولكن شهير ببيج رامي. انتظروا الحلقه النهارده مع ضيفنا، اكيد في اثار كتير لاول مره هتتقال، واسرار تهم شباب كتير جدا 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 بيحلم باحلام كبيره.